أهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية. اليوم عندنا المحاضرة 14، رح نقدم فيها شيء مميز اللي هو عن اللحام ويلدينج. تعتبر طريقة الوصل في الهياكل الشبكية بين الأزرع من أهم المواضيع اللي لازم نحن نهتم فيها. طبعا في طريقتين للوصل، الوصل باللحام الدائم والوصل القابل للفك عن طريق البراغي والصواميل. رح نعمل عنه محاضرة لاحقا. يعني هاي اللحام وهي وصلة اللحام، هون جاي بين صفيحتين. يعتبر الوصل باستخدام اللحام وصل دائم غير قابل للفك، وهاي الصورة مستعرض فيها أنواع الوصلات اللحام مثل ما شايفين. هاي بحافة، هاي مثلثية، هاي زاوية. هلا نحن محاضرتنا قصيرة مقتضبة بخصوص اللحام، بس انه فتحنا باب جديد. اللي بيحب يقدم اسئلة او استفسارات نحن جاهزين باتجاه الاجابات. هلا نحن عنا جدول، بالجدول في قوانين تم استنتاجها، فهاي القوانين نحن نطبق يعني نعوضها بالقيم ونحصل على النتائج، وهي بالطريقة التحليلية. نص السؤال: أوجد سماكة اللحام المناسبة للوصل التالي. إذا علمت أن الارتفاع 15 ملم والعرض 100 ملم وتؤثر قوة أفقية 1000 نيوتن، عامل الأمان 3، قوة قص الإلكترود 273 نيوتن على ملم مربع. على هذا الشكل اللي شايفينه هيك بهي الطريقة هو نحن راح ندرسه بالطريقة التحليلية. هلا مثل ما شايفين نحن هون بكل بساطة نحن قادرين نرسمه بالسوليد ووركس. حل التمرين: من الجداول اللي نحن شفناها في قانون، هذا القانون بس نعوضه بالقيم المعطية بالسؤال. ال H هي حجم اللحام، TS أكبر إشاعة قص مسموح به، وبنحسب من العلاقة 0.4 BW على SF، وكل معطى بنص السؤال. هلا بعد ما عوضنا نحن بالقيم نحصل على 0.195 ملم، يعني 0.2 ملم، لكن نحن أقل نوع ينصح فيه باللحام هو 0.4 ملم. بالتالي نحن رح نختار أدنى قيمة، بس نحن بمجال أمان تقريبا النص يعني، فبينصح بـ4 ملم. هلا بننتقل نحن للحل باستخدام برنامج السوليد ووركس. نحن مسجلين فيديو، هلا مثل ما شايفين نحن عندنا سكتش الأبعاد
مقيد بالأبعاد. هاي هي الطريقة، طريقة الدراسة باستخدام السوليد ووركس. نحن عم نشوف هون بوش اكسترود البسق، هو بيجي من السكتش. أنا مثل ما شايفين هي صايرة عبارة عن تجميعية تقريبا، وهون نحن ربطناها بين البارتين يعني. فبناخذ السيمولوشن دراسة وبنحط لها الاسم المناسب، ونحطينا لها اسم المحاضرة 14. فهلا نحن بدنا نطبق ونعبي البارامترات اللي هي بتنقصنا لحتى نعمل run as simulation. فأول شيء بدنا نضيف المادة، نحن معتمدين نضيف خليط الحديد. هلا في شيء هون نوعا ما متميز عن باقي الدراسات، باللي حالا نحن ناخدين الدراسة مثل صفيحة عم ندرسها، يعني الطبقة هاي عم ندرسها تمتين راح تتم الدراسة عليها يعني. مثل ما شايفين البارت هون، هون القيم عم نعبيها بناء على نص السؤال. فهون كان 15، أنا مثل ما شايفين صار في عنا شل 2، يعني قشرة 2. بدنا نتابع بإضافة البارامترات وتعديلها. أنا أتمنى منكم أنكم تتابعوا بموضوع اللحام وتعطونا آراءكم ب الطريقة هاي، وإذا في وجهة نظر لكم بطريقة الدراسة تكتبونا إياها بالتعليقات. هلا هون بلش نحدد نحنا مفصل اللحام، البصلات اللحامية، ونحدد قوة الشد للحام، نضيف مثل ما قلنا البارامترات والمعطيات للدراسة بحيث تتوافق مع نص السؤال. هون نقاط التثبيت راح تكون موجودة، فنثبتنا بهاي الزاوية بهاي الزاوية عم نقوم بالتثبيت. وانا عم نطبق قوى تماما. نحن عم نعمل ترجمة التقطيع. هلا هون اللي بقى بيتراوح معنا الكلمة، نعمنا الشكل حصلنا على دقة، بس بده يطلب لنا مواصفات جهاز أعلى يعني. وكل ما حطينا يعني تعتبر الدقة معتمدة على المش، فاختيارك للمش بتحصل على إجابات أدق يعني. وطبعا الأفضل إنك تكون عامل حل تحليلي لحتى تقارن الإجابتين، فإذا كان إجابة جدا بعيدة معناتها في خطأ بطريقة حلك لنص السؤال، فبدك تراجع طريقة الحل لتتأكد من المعطيات ليلك. نتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم، ونشوفكم بالدرس الجاي إن شاء الله.